السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلاب 5 ابتدائي، أهلا بيكم، بتابعكم تاني مع ليسون 4 من يونت 8 منهج كونكت الترم التاني. الدرس بعنوان The Power of Honey، قوة العسل. بقولك يا سيدي، أول حاجة الكلمات ضربة شمس أو حر الشمس sun burn، وتيجي برضو مع حمام الشمس sun burn. كريم واقي من الشمس اسمه sun screen أو sun cream، يعني ممكن أشيل كلمة screen دي وأحط مكانها إيه cream. سان كريم او سان سكرين الاثنين نفس الكلام. اقراص دواء، الحبوب الدواء بيلز بيلز. بكتيريا بكتيريا بكتيريا. علاج تريتمنت، جاي من تريت يعالج، اللي احنا لسه قايلينها في الدرس الثالث من شويه، دي بقى تريتمنت اللي هو علاج. جرح ووند 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 ووند. الشفاء او اللي هو حد يخف يعني هيلينج هيلينج هيلينج. اصابه انجري 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 انجري. الجلد skin skin skin. عناية طبية medical care medical care. أمراض illnesses illnesses illnesses. خزانة اللي هو الدولاب يعني cupboard cupboard cupboard، بس مش دولاب الملابس، الدولاب زي النيش كده عندنا اسمه ايه cupboard. ربما maybe أو perhaps perhaps أو maybe، معناها ربما هي حاجة ممكن أو ممكن لأ يعني. recently معناها حديثا او مؤخرا، قول ايه recently recently recently، مش حدش يقول برضه recently، قول ايه recently recently. علماء scientists scientists scientists، برضه محدش يقول scientists مفيش ايه scientists على طول. برطمان jar jar jar. مادة substance substance substance. امن سيف سيف. علاج تريتنج تريتنج. خلي بالك تريتمنت علاج، انك تعالج حد يعني، تريتنج المعالجه فاهم. يقتل كيل الماضي كيلد. هيل يشفي يشفي او يلتئم او يشفى يشفى. هيل الماضي هيلد. كونتين يحتوي الماضي كونتيند. ميكس يخلط الماضي ميكست ميكست. يدمر دامج الماضي دامجد دامجد دامجد. يحدث happen والماضي happened. يجرح أو يقطع cut والماضي cut. يعرف know الماضي knew know knew know knew. يضع put والماضي put put put. يتحسن أو يخف يعني اسمها get better get better. يستخدم مثل use as use as. make you ill يعني يصيبك بالمرض أو خليك تتعب يعني make you ill. طيب المين بوينتس بقى، بيقول لك honey is also used as a treatment for some injuries and illnesses. العسل بيستخدم كعلاج لبعض الاصابات والامراض، زي ما خدنا في الدرس بتاع قدماء المصريين كده قلنا كانوا بيستخدموا العسل في علاج بعض الامراض. doctors have used honey for thousands of years. الاطباء بيستخدموا العسل بقى لهم الاف السنين. some types of honey can kill bacteria. بعض انواع العسل ممكن تموت البكتيريا، بتشتغل زي مضاد حيوي وكده. طيب نيجي بعد كده بقول لك ايه، I use A to protect my skin on the beach. بستخدم ايه عشان احمي جلدي، ايه اللي بيحمي الجلد على الشط عشان الشمس طبعا السان سكرين. طيب she talked to A for her headache. عندها صداع هتاخد اتنين ايه طبعا حبيتين pills. you need to take the medicine for A your wound. يبقى for A healing your wound wound اللي هو ايه لعلاج جرحك. طيب قال لك heal معناه ايه، قال لك to get better انك تتحسن او تخف. bacteria are like very small things that can make you ill. حاجات كائنات صغيرة جدا بتتعبك. treatment العلاج أو العناية الطبية قال لك medical care to help you get better. رعاية طبية بتخليك تتحسن. wound اللي هو الجرح قال لك an injury that damages your skin. إصابة بتدمر الجلد أو بتأذي الجلد. طيب نيجي بقى على القطعة بتاعتنا. ولك يا سيدي، do you like honey؟ تحب العسل؟ perhaps you enjoy eating it for breakfast. أكيد أو ربما ممكن تكون أنت بتحب العسل وتحب تأكله على الفطار يعني. or maybe you enjoy it in a sweet بسبوسة، أو يمكن تكون بتحب العسل ده على البسبوسة. but did you know that honey isn't only a food؟ بس تعرف بقى أن العسل ده مش بس أكل. it's also used as a treatment for some injuries and illnesses. بيستخدم كمان كعلاج لبعض الإصابات والأمراض. In some countries في بعض الدول honey has been used by doctors for thousands of years. في بعض الدول العسل ده بيستخدم
بيستخدم بقاله فترة طويلة جدا، بقاله آلاف السنين بواسطة الأطباء. It was first used to treat wounds by Egyptian doctors around 5000 years ago. أول ما تم استخدامه لعلاج الجروح كان بواسطة الأطباء المصريين من 5000 سنة. Recently مؤخرا أو حديثا في الفترة الأخيرة يعني، أو في الوقت الحديث أو في الوقت الحاضر، scientists have tried to find out exactly why honey is so good for healing wounds and treating illnesses. بدأ العلماء يعملوا أبحاث عليه عشان يعرفوا ليه العسل بالظبط، أو إيه السبب، أو إيه المكون اللي موجود في العسل بيخليه فعلا ممتاز كده في علاج الأمراض والجروح. Scientists know that some types of honey contain things that can help to kill bacteria. العلماء عارفين، أو الأبحاث يعني نتج عنها، إن بعض أنواع العسل فيها مواد بتقتل البكتيريا. This helps wounds to heal more quickly. وده بيساعد الجروح في إن هي تخف بسرعة. You must be careful. لازم تخلي بالك. However, the honey that doctors use is a special honey, not that is safe to use as a treatment. only that is safe to use as a treatment. يعني العسل الأطباء بيستخدموه في علاج الجروح أو الإصابات والكلام من ده مش أي عسل، لا ده عسل مخصص للعلاج والكلام من ده، يعني مش أي عسل تجيبه كده تعورت فتقوم جايب شوية عسل من اللي في المطبخ وحاططهم على إيدك يعني. So if you have a jar of honey in your cupboard, you can mix it with milk to make your cough better. بس لو عندك عسل في المطبخ مثلا، ممكن تاخد معلقة عسل تحطها على كوباية لبن، دي بتقلل الكحة شوية. But don't put it on your cut knee. بس اوعى تحطها على ركبتك المتعورة او دراعك او اي حاجة متعورة يعني. اخرك بس تشربه كده مع شوية مية دافية او شوية لبن دافيين، هيهدي لك الكحة شوية. امال اللي بيستخدم في الطب ده بيبقى عسل تاني، ايه مش اي عسل يعني. طيب هنا بقول لك بكتيريا، كان البكتيريا هتعمل ايه؟ make you well. بكتيريا هتتعبك، تعمل ايه البكتيريا يعني؟ you can mix honey with ايه؟ نخلط العسل بايه؟ باللبن لسه قايلينها، to make you cough better. I bought a bandage on، هحط ضمادة طبية على ايه؟ على التعويرة اكيد يعني. my cut knee، ركبتي المتعورة. some types of honey، بعض انواع العسل، can kill bacteria، ممكن تموت البكتيريا. a wound is an injury that damages your skin، جرح في جلدك. القطعة سيدي بقول لك ايه؟ هي تقريبا نفس القطعة، فين نفس القطعة؟ هنقراها برضو من غير ترجمة. بقول لك in some countries honey has been used by doctors for thousands of years. It was first used to treat wounds by Egyptian doctors around 5000 years ago. Recently scientists have tried to find out exactly why honey is so good for healing wounds and treating illnesses. Scientists know that some types of honey contain things that can help to kill bacteria. This helps wounds to heal more quickly. You must be careful, however. طيب بقول لك the main idea of the text is about، قطعة بتتكلم عن ايه؟ عن العسل. وما جبناش سيرة حاجة غيره يعني. السؤال بعد كده بقول لك the underlined word heal معناها ايه؟ heal معناها get better، اتحسن او يخف يعني. Summarize the first paragraph in one sentence. لخص لي اول paragraph في جملة واحدة، اللي هو ده، اللي هو يقول ايه مثلا؟ هو ده التلخيص بتاعه، الفكرة الرئيسية اللي فيه بس. اقول لك ايه؟ honey has been used by doctors for thousands of years. ان العسل بيستخدم بواسطة الاطباء من الاف السنين. او ممكن اقول برضو تو، او ممكن اقول ايه؟ because. اقول لك مثلا because هنا كده it is good for healing wounds and treating illnesses. يبقى انت كده لخصت الباراجراف كله، ان العسل بيستخدم بواسطة، مش ان انا اخد اول سطر واخر سطر بس، لا يعني اللي هو ال 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 القطعة دي او الباراجراف ده الفكرة الرئيسية فيه ايه؟ ان العسل بيستخدم بواسطة الاطباء من الاف السنين. ليه يا عم؟ قال لك عشان هو كويس في علاج الجروح والامراض بس، دي الفكرة الرئيسية. اللي بعد كده بقول لك why is honey so good for healing wounds؟ ليه العسل كويس جدا في علاج الإصابات؟ قال لك because some types of honey contain things that can kill help to kill bacteria. ده أجابة السؤال الرابع، إن في بعض أنواع العسل فيها مواد بتقتل البكتيريا. وطبعا
طبعا البكتيريا دي هي اللي بتخلي الإصابة تزيد، فلو ماتت الإصابة بتخف بسرعة. طيب بعد كده بقول لك إيه يا سيدي؟ دكتورز أدى الفاعل بيجي بعده فعل يوزد وبعدين المفعول هاني وبعدين for thousands of years لآلاف السنين. for thousands of years لآلاف السنين. اللي بعد كده I أدى الفاعل بيجي بعده فعل وبعد كده المفعول به I have. أنا عندي إيه؟ a jar of honey. I have a jar of honey. عندي برطمان عسل. بعد كده honey is the sweetest. أكتر حاجة مسكرة. the sweetest substance. أكثر مكون أو مادة مسكرة on earth. على كوكب الأرض كله. بعد كده do you like honey. هل أنت بتحب العسل يا عمر؟ علامات التوقيم برضو أول حرف capital. you enjoy eating honey for breakfast. وفي الآخر full stop. اللي بعده what أول حرف capital. أكمل الجملة كلها زي ما هي وفي الآخر أحط إيه؟ question mark. بعد كده يا سيدي بقول لك بقى اكتب لي عن العسل. طبعا إحنا بقالنا ساعة بنتكلم عن العسل، اللي أنت فهمته بقى اكتبه عن العسل. نيجي على part 2 الجزء الثاني. بقول لك يا سيدي ايه الفرق بين الاف والفي؟ الاف طبعا voiceless يعني ما بيطلعلوش صوت، اللي هو لو حطيت ايدك على زرك كده وانت بتقول اف مفيش، حط ايدك على زرك وانت بتتكلم هتلاقي الاف مفيش فيها اهتزاز، ما بيطلعش، زرك مش هتحس بحاجه. اما لو جيت تنطق في هتلاقي تحس ان زرك فيه vibration كده، فعشان كده الفي فويسد الاف فويسلس يعني ما بيطلعش صوت او ما بيحصلش اهتزاز في الاحبال الصوتيه. لو حطيت ايدك على زرك مش هتحس بحاجه. زي كلمه ايه؟ فروج فروج، وشاح او كوفيه سكارف سكارف سكارف، فاكهه فروت فروت فروت. فبقول لك بقى ازاي تنطق حرف الاف. قال لك rest your top teeth on your lower lip، يعني خلي اسنانك الفوقانيه على شفتك التحتانيه كده. blow but don't use your voice، انفخ بس من غير ما تحرك احبالك الصوتيه كده يعني. طيب الفي بقى زي vegetables 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 اللي الخضروات. تلفزيون تلفزيون تلفزيون. طبيب بيطري vet vet. ازاي ننطق الفي؟ قال لك برضه rest your top teeth on your lower lip، شفايفك الفوقانيه على شفتك التحتانيه، بس المره دي طلع صوت بقى فولي ده لسه في بارت 3. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك في الوحده دي قوي. طيب هنا جايب لك بقى بعض الكلمات اهوت بالاف والفي. فان 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 فان. ليف ليف ليف. فيري فيري دي فيري فيري. فيو فيو دي فيو فيو. سيف سيف. لايف لايف لايف. طيب هنا بقى عايزك تكمل طبعا فان فروج فروت فيجيتابلز في اف اف في. كمل بقى تلفزيون بالفي. ليف فيري اون از فيري فاست. طيب نيجي على بارت 3. بقول لكم ربنا يبارك في الوحده دي قوي يا رب، بس ما يكونش في بارت 4. لا الحمد لله ما عادش في بارت 4. طيب اول حاجه وقت فراغ فري تايم فري تايم فري تايم. نشاط activity activity activity. شريط الرسم البياني اسمه ايه؟ bar chart. احنا خدنا السنة اللي فاتت البار chart والباي chart. باي chart اللي بيبقى مدور والبار chart اللي بيبقى ايه؟ عامل اعمدة كده. taking long walks taking long walks معلش taking long walks يعني المشي مسافة طويلة. بقول لك a bar chart is a way of showing information، هو طريقة الأرض المعلومات. بنعمل the vertical axis الواقف ده بنسميه vertical الرأسي و horizontal اللي هو الأفقي. vertical يعني رأسي و horizontal أفقي. فأقولك I colored the box for each bird starting from the bottom. فعندك هنا مثلا الحمامة دي مشت لمدة مسافة ستة a number of birds ستة طيور birds on the farm the title of birds. ده هو هنا بيحسب عدد الطيور الموجودة، أنا بحسب مسافات. فهو هنا مثلا عايز يقول بقى الحمامات كام، فعدهم كده لهم كام
ستة، انا باجي عند الاسم هنا او الصورة بطلع بيها لحد ما اشوف ايه اخرها عند كام، عند نمبر 6. يبقى احنا عندنا 6 بيجز، 6 حمامات، الطيور اللي هي الفراخ يعني، لا دي الفراخ دي هو كاتب طيور عموما. الفراخ كام؟ 3. عندك الكتاكيت كام؟ 5. عندك ده عصافير باين ولا مش عارف دي ايه، 1 بس. العصفورة الصغيرة اليتيمة دي يعني، 1 بس. طيب جايب لنا مثال هنا بقى عايزين احنا اللي نعمله، طيب يلا نعمله مع بعض. فاقول لك يا سيدي اهوت فيفورت فود، جايب لك الفود ونمبر اوف ستودنتس، جايب كل سالوا الطلاب كده كل واحد بيحب ايه وجمعوا بقى الاجابات بتاعتهم. ففي 20 طالب قالوا احنا بنحب البسبوسه، في 45 قالوا بنحب البيتزا، في 35 قالوا بنحب البرجر، وفي 30 قالوا بنحب الايه تشيز او الجبنه. فهنيجي هنا نمبر اوف، دي هكتب فيها طبعا ستودنتس، دي نمبر اوف ستودنتس عدد الطلاب، وديت نيمز اوف فودز اسماء الاطعمه. فنكتب هنا مثلا اول واحده بسبوسه، بسبوسه كامل بسبوسه 20، اجي عند البسبوسه كده واطلع لحد ما اوصل فين 20، ايوه هنا كده، واظل الجزء ده كله دي كده البسبوسه. اللي بعدها بيتزا، البيتزا كام؟ 45، اجي عند البيتزا كده واطلع لحد ما اوصل 45 اخر حاجه خالص، يبقى انا هظلل دي كلها كده البيتزا. اللي بعدها برجر، عندك البرجر كام؟ 35، اطلع لحد ما اوصل 35 برضو هنا كده واظلل دي كلها. اللي بعده تشيز، الجبنه 30، اكتب هنا تشيز واطلع لحد ما اوصل 30 برضو، 30 هنا كده واظلل دي كلها. ده البار تشارت يا شباب بمنتهى البساطه، الموضوع سهل جدا. يقول لك which kind of food is liked the least، the least يعني الاقل، ايه اقل حاجه؟ طبعا مين هنا؟ البسبوسه، اقول له بسبوسه، بسبوسه. طيب هنا بقول لك ايه which kind of food is liked the most، اكتر حاجه بقى مين؟ اكتر حاجه عندي 45 هم اللي هم مين؟ بيتزا. هنا بقى جايب لك الموضوع معكوس، جايب لك الاسماء والبيانات وعايزك انت تكتب بقى الاعداد. فسالوا الطلاب برضو عن الالعاب اللي بيحبوا يلعبوها، فهايد اند سيك اهوت كام واحد اختاروه؟ 50، اجي جنبه كده واكتب 50. اللي بعده ميوزيكال تشيرز، الكراسي الموسيقيه، كام واحد؟ 80، اكتب جنبه 80. باز بارسل اللي هو خدناها السنه اللي فاتت في رابعه ابتدائي، كام؟ 90، 90. طيب البازل كام؟ 30 بس. فبقول لك how many children liked the musical chairs، كام واحد حب الميوزيكال تشيرز؟ كام؟ 80. طيب how many people liked the hide and seek and pass the parcel، كام واحد حبوا hide and seek و pass the parcel؟ hide and seek كانوا كام؟ 50 بلس pass the parcel كانت كام؟ 90. 50 و 90 equal 140، 50 و 90 140. بس يا شباب ده كده الدرس الرابع، الحمد لله خدنا فيه فونكس وخدنا فيه ماس وخدنا فيه علوم، ويعني بسم الله ما شاء الله ايه كان فاضل شويه ناخد بس كمان درس دراسات، يبقى احنا خدنا المواد كلها النهارده. ورب يكون فيديو عجبكم، وانتظروني ان شاء الله في الدرس الخامس والسادس قريبا جدا. الحمد لله احنا لسه الدراسه النهارده، انا بكلمكم النهارده، انا مسجل الفيديو ده يوم النهارده كام؟ 10/2 او 11/2 تقريبا، المهم بكره الحد اول يوم في الدراسه يعني. فاحنا خلاص فاضل لنا درس واحد في الوحده الثامنه اللي انتوا اصلا هتمتحنوا عليها لسه في اول شهر 3. فانا كده الحمد لله سابق معاكم اهوت، عشان الترم الاول اتاخرت عليكم جامد يعني، فالترم ده حبيت اعوضكم. فيا رب يكون فيديو عجبكم، وربنا يوفقكم جميعا يا رب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.